يلا الآن ننتقل على أسئلة الوحدة. بقول جد معادلة المستقيم لام الذي يمر بالنقطة 6 و1 إذا هي س 1 ص 1 على طول، ويوازي مستقيما ميله هالقدي. ما دام يوازي مستقيم هيك ميله، معناته ميل الخط اللي بدنا إياه المستقيم لام راح يكون سالب 4. إذا عندنا الميل يساوي سالب 4، ممتاز. وعندنا النقطة س 1 موجودة، إذا بنطبق القانون ص ناقص ص 1 يساوي الميل في س ناقص س 1. يلا بنطبق على السريع. إذا ص ناقص ناقص 3 صارت زائد 3 تساوي الميل اللي هو سالب 4 في س ناقص 6، ممتاز. نبسطها ونكتبها بالصورة العامة. يلا ص زائد 3 تساوي سالب 4 س زائد 24، فكيت القوس. الآن انقل كل شيء للطرف اليمين، بتصير 4 س زائد ص ناقص 24، 24 نجيب منها 3 بضل 21 يساوي 0. هاي كتبتها بالصورة العامة. لو حاب اكتبها بالصيغة الثانية اللي هي اني اخلي صار موضوع القانون، بس عندي ص تساوي سالب 4 س، وحكينا سالب 4 هي الميل، ايوه، بنودي هون بصير زائد 21. اما بكتبها بالصيغة هذه او بالصيغة هذه. واحنا طبعا الصيغة العامة بنستخدمها لما بدنا نجيب البعد بين نقطة وخط مستقيم. يلا السؤال اللي بعده. شو بيقول السؤال؟ سؤال بيقول جد معادلة مستقيم لام الذي يعامد المستقيم الذي معادلته، معناته هذا كاف، المستقيم كاف بدنا نطلع ايش؟ ميله. ويمر بنقطة الأصل، يمر بنقطة الأصل يعني يمر بنقطة صفر وصفر. يعني هاي س واحد هاي ص واحد، هاي أول نقطة خلصناها. إذا بدنا نجيب بس ما دام كلمة يعامد هاي بدنا نوقف عند كلمة يعامد. أول شيء خلينا نطلع ميل كاف. خلي صار موضوع القانون. إذا 2 ص تساوي 5 ناقص 3 س. قسم على 2 كل الاطراف، اذا بتصير هيك المعادله. ص هذا معادله العمودي، احنا وين بنحكي ص تساوي 5 على 2 ناقص 3 على 2 س. اذا ميل هذا الخط هو سالب 3 على 2 اللي هي معامل س، ممتاز. الان ميل العمودي تعلمنا احنا انه شو بنسوي، بنقلبه من غير الاشاره. اذا ميل العمودي راح يكون 2 على 3، اذا ميل المستقيم لام راح يكون 2 على 3، الميل يساوي 2 على 3. نطبق القانون ص ناقص ص 1 يساوي الميل في س ناقص س 1، وبنرجع بنحل نفس الطريقة اللي سويناها في المثال اللي قبله. هيك في س ناقص 0 وبعدين بنبسط، خلاص التبسيط عليكم. يعني أنا بس سويت الطريقة وريت الفكرة كيف بنحل السؤال. رح نختصر في الحل عشان ما نعمل تفصيلات. يلا الآن السؤال اللي بعده. ألف ب ج د متوازي أضلاع، على طول بنرسم. هاي ألف باء جيم دال متوازي أضلاع، معناته هذول كل المتوازيات ومتطابقات الضلعات المتقابلة. هي فيه ألف إحداثياتها إيش؟ سالب 5 و3، وجيم إحداثياتها 1 وسالب 9، ممتاز. بده معادلة المستقيم كاف المار بنقطة تقاطع قطري متوازي الأضلاع. مستقيم كاف اللي بمر بنقطة التقاطع، نقطة التقاطع اللي هي تعلمناها احنا اللي هي نقطة المنتصف. احنا نقطة تقاطع القطرين هي نقطة المنتصف. طب لو طلعنا نقطة المنتصف خلينا نسميها دال، ها مثلا ها النقطة، ها النقطة ها شو بكون احداثياتها؟ لأنها نقطة منتصف، ها راح يكون احداثياتها كما يلي. اللي تجمع السينات سالب 5 زائد 1 بيطلع سالب 4، 2 بيطلع سالب 2، و3 زائد سالب 9 سالب 6، سالب 6 على 2 سالب 3. إذا إحداثياتها هي سالب 2 وسالب 3. إذا المار بنقطة تقاطع القطرين، إذا نقطة تقاطع القطرين هي إيش؟ سالب 2 وسالب 3، أيوة نقطة تقاطع أ ب ج، ويعامد القطر أ ج، يعامد القطر أ ج. يعني بدنا خط مستقيم عمودي على أ ج زي هيك، عامل زاوية قائمة، كويس، ويمر بهذه النقطة اللي هي شو طلعنا احنا سالب 2 وسالب 3. طيب سهل جدا، بنجيب ميل ألف جيم، ها ميل ألف جيم ايش بده يساوي؟ فرق الصاد فرق السينات اللي هي 3 ناقص ناقص 9، 3 ناقص ناقص 9 على سالب 5 ايوه ناقص 1. قديش بيطلع عندك؟ 3 زائد 9 12 على
سالب 5 ناقص 1 اللي هي سالب 6 بيطلع سالب 2. اذا ميل هذا سالب 2. العمود شو راح يكون ميله؟ ميل الخط اللي بده اياه راح يكون اقلب هي سالب 2 على 1، اقلبها بصير 1 على 2. اذا هذا ميله 1 على 2 ويمر بالنقطه سالب 2 و3 او سالب 3 عفوا، انتهت المساله. اذا لاحظوا الفكره مره ثانيه، ايش اللي عملته؟ جبت ميل الف ج عن طريق القانون طلع سالب 2. اوكي، بعد ما جبته رحت شو سويت فيه؟ هي طلعت سالب 2، ميل الف ج طلع سالب 2، فشو سويت فيه؟ سالب 2 كان على 1، قلبته وغيرت الاشاره، صار الميل للخط اللي بدي هذا المنقط قديش؟ نص. وهذا الخط يمر بنقطة تلاقي القطرين اللي هي نقطة منتصف ألف جيم اللي حسبتها عن طريق قانون المنتصف. إذا بتصير المعادلة هيك، صاد ناقص صاد واحد يساوي ميل في سين ناقص سين واحد، يعني صاد بصير ناقص ناقص ثلاث يعني زائد ثلاث، الميل اللي هو نص في سين زائد اثنين. انتهت المسألة. بتوقع الباقي كله عبارة عن عملية حسابات بسيطة وحل بسيط. ننتقل على اللي بعده. سؤال 4، جد بعد النقطة، ما دام معطيك النقطة معناتها س1 ص1 على المستقيم الذي معادلته. أول شيء لازم نضبط معادلة المستقيم، أنا عشان أبسط ويكون في معي كسور تعلمنا حيلة إنه بنضرب كل الأطراف في 4. فلما نضرب هون في 4 راح يصير 4 ص تساوي 3 س زائد 8. ليش هيك؟ لانه هاي بتضرب في 4 راح تصل 4 مع 4، الصاد بنضربها في 4 بصير 4 صاد، هاي بصير 3 س و4 في 2 8. هاي اول شغله خلصنا منها، لسه ما خلصنا، بدنا نكتب المعادله هذه بالصوره بالصيغه العامه. ايش يعني نكتبها بالصيغه العامه؟ نجيب الصاد على هذا الطرف بصير 3 س ناقص 4 صاد زائد 8 تساوي 0. الآن ألف قيمتها 3 اللي هي معامل سين، باء قيمتها سالب 4 اللي هي معامل صاد، وجيم اللي هي الحد المطلق قيمتها 8. الآن بنطبق قانون البعد بين نقطة وخط مستقيم، نحلها هون بالفراغ. أول شيء القانون البعد المسافة إيش بيساوي؟ مطلق. خلنا نذكر القانون، ألف سين 1 زائد باء صاد 1 زائد جيم على الجذر التربيعي لي ألف تربيع زائد باء تربيع. إذا بس علينا هسه نطبق القانون، فتساوي مطلق. يلا ألف كم؟ 3 ضرب سالب 5 زائد باء كم؟ سالب 4 ضرب 2 زائد جيم اللي هي زائد 8، الكل على الجذر التربيعي اللي 3 تربيع اللي هي ألف تربيع زائد سالب 4 تربيع، والباقي عبارة عن عملية حسابات لا أكثر ولا أقل. يلا ننتقل على اللي بعديها، السؤال الخامس. شو بقول السؤال؟ إذا كان بعد النقطة 2 وسالب 1 يعني هاي سين 1 صاد 1 على المستقيم الذي معادلته هيك يساوي 2، يعني معطيني البعد هالمرة. كويس، هل المعادلة المكتوبة بالصيغة العامة؟ لا. إذا أول شغلة لازم نفكر فيها نكتب المعادلة بالصيغة العامة، زائد با صاد ناقص 1 يساوي 0، ومنها ألف، من هنا على طول بطلع قيمة ألف كم؟ اللي هي معامل سين ألف تساوي 4، باء تساوي باء يعني هي باء، وجيم تساوي سالب 1. مو بجوز غير الرمز يعني، عشان هيك كتبت أنا باء تساوي باء. كويس، الآن أنا بعرف إنه قانون البعد بين نقطة وخط مستقيم يعطى من العلاقة هاي اللي قبل شوي كتبناها، ما فيش داعي نكتب العلاقة مرة ثانية. البعد يساوي ألف في سين 1 يعني 4 في 2 8، خلينا نختصر على السريع، زائد باء في صاد واحد يعني سالب باء، لأنه هون موجب في سالب بيطلع سالب، سالب باء زائد جيم اللي هي زائد سالب واحد يعني ناقص واحد على الجذر التربيعي لي أربعة تربيع اللي هي ألف تربيع اللي هي 16 زائد باء تربيع. هذا كله لازم يساوي كم؟ يساوي 2، هو حكى لي إنه البعد يساوي 2. يلا بدنا نحل هاي المعادلة، بدنا نبسطها ونحل هاي المعادلة، هاي راح نحلها لأنه جزء يكون فيها صعوبة شوي. يلا 8 ناقص 1 فيها 7، شوف أنا نختصر شوي، 8 ناقص 1 فيها 7، إذا هاي بتصير 7 ناقص باء، هاي 7 ناقص باء، بدل ما أعيد الكتابة بس. الآن كيف نحل إحنا معادلة فيها مطلق؟ أنا لازم أقسمها قسمين، بقول عبارة عن 7 ناقص باء على الجذر التربيعي ل 16 زائد باء تربيع تساوي إما 2
أو 7 ناقص ب على الجذر التربيعي ل16 زائد ب تربيع تساوي سالب 2. لأن حتى نحل معادلة من هذا النوع بتوقع إحنا مضطرين نربع الطرفين. نربع الطرفين حتى نخلص من الجذر هي صراحة. فهي بصير سهل حلهم الثنتين، فلو حلينا واحدة بتكون الثانية أتوقع مطابقة إلها. يلا. فلما نربع الأطراف، يعني هاي بدي أعملها تربيع، وهاي بدي أعملها تربيع، وهاي بدي أعملها تربيع. إيش راح يصير عندنا؟ 7 ناقص ب الكل تربيع يساوي 4 على، هون راح يروح الجذر، راح يصير 16 زائد ب تربيع. اختفى الجذر. اضرب تبادلي، هاي 4 على 1، لما نضرب تبادلي راح يصير هيك، 7 ناقص ب الكل تربيع يساوي 4 في 16 اللي هو 64 زائد 4 ب تربيع. الآن صارت المعادلة تربيعية، كيف بدنا نكمل حلها هاي؟ بدنا نفك القوس. يلا خلينا نتذكر كيف بنفك 7 ناقص ب الكل تربيع. هي أصلا هاي معناها 7 ناقص ب في 7 ناقص ب. في ناس بيعرفوا طريقة سريعة، لمربع الأول اللي هي 49، بعدين 2 في الأول في الثاني بصير ناقص 14 ب، بعدين زائد ب تربيع. المهم أو بتفكها بالتوزيع هيك. أي طريقة إن كانت صحيحة. إذا أنا بدي أشطب هذه اللي هي 7 ناقص ب الكل تربيع، وشو أكتب مكانها؟ أكتب مكانها المفكوك تاعها اللي هي 49، هي كويس، ناقص 14 ب زائد ب تربيع. الآن بدنا نكمل الحل. صارت معادلة تربيعية وبدنا نحلها، بس هاي كل القصة. الآن حاول إنك تخليها تصير صفرية، فخلي كل القيم تيجي على الطرف واحد، فبدي أنقل بهذه الطريقة اللي يعني أجمع مع النظير الجمعي، فبصير 4 ب تربيع ناقص ب تربيع بتصير 3 ب تربيع. ما تنقل ب تربيع هون بصير ناقص ب تربيع. يلا وهنا بصير زائد 14 ب، لانه ناقص 14 لما تنقلها هون بصير زائد 14. 49 لما تنقلها لهون بصير سالب 49، فبصير 6 64 ناقص 49 اللي 14 ناقص 9 فيها 5 وهنا 15. مزبوط؟ بصير 5 هي 14 فيها 5، 5 ناقص 4 فيها 1 15. 15 موجب طبعا يساوي 0. الآن بدنا نحلل العبارة هاي ونطلع قيم بها. انتهى السؤال. الآن هاي تحليلها، إذا ما زبط معانا بالتحليل بالطريقة بالأقواس بنروح على المميز. المهم لما نوصل للحل عندي خلينا نجرب نحطها 3 باء في باء. ال 15 بتيجي من 5 في 3. لو حطينا 5 هون حطينا 3 هون، هون بصير 9 و5 14، هاي زبطت. إذا موجب موجب. إذا إما 3 باء زائد 5 تساوي 0، ومنها ب تساوي سالب 5 على 3، ضبطوها انتوا لحالكم. هنا ب زائد 3 تساوي 0، يعني ب تساوي سالب 3. اذا عندي قيمتين لب، اما هذه القيمه او هذه القيمه.